أهلا بكم متابعي قناة فروموراكو في نشرة إخبارية جديدة، وهذا أبرز عنوانها. طقس اليوم الأحد: تساقطات مطرية بعدد من مناطق المملكة. ولن إلى التفاصيل، لكن قبل البدء لا تنسوا وضع الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن يستمر الطقس البارد نسبيا فوق مرتفعات الأطلس وسفوحه الشرقية والريف والمنطقة الشرقية، مع نزول أمطار متفرقة فوق مرتفعات الأطلس بعد الزوال، ويرتقب كذلك مرور سحب عابرة كثيفة خلال الليلة القادمة بمنطقة طنجة. اللوكوس مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة وتشكل كتل ضبابية محلية بالسهول الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى تناثر بعض الغبار بالجنوب الشرقي. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 1 و5 درجات بمرتفعات الأطلس الريف الغربي وجنوب شرق المملكة، وما بين 8 و14 درجة بسوس، وما بين 10 و18 درجة بالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 5 و12 درجة بباقي المناطق. أما درجات الحرارة العليا فستشهد بعض الارتفاع على العموم، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طنطا وبوجدور وهائجا بباقي السواحل. كنتم مع نشرة إخبارية، إلى اللقاء.